مشهور فيك إذيتني وبالحق قبلتني وأنا فخير لي الالتصاق في الله وأن أجعل على الرب اتكالي لأخبر بكل تسبيحة في أبوابي ابن الصيانة
الصليب
في كل قوة الإيمان، يعني نسمى السلم باسم الآب والابن والروح القدس الان واحد، يعني نعترف ان الله واحد ومثلث الأكملين من الآب والابن والروح القدس، ونعترف لما نقول باسم الآب يعني الله الآب الله الابن، يعني ربنا نزل من السماء وتجسد في بطن العذراء، وبعدين تجسد بواسطة الروح القدس من بنام الإيدنا من الشمال إلى اليمين، يعني نقلنا من الشمال إلى اليمين من مكان الظلمة إلى مكان النور، ونريد نحن واحد، يعني ربنا واحد ومثلث الأحدين. في شروط كثير الساعة السادسة بالكلة بالذات تتكلم عن المسيح، على المسيح على قوة المسيح وصلت المسيح. أنا أقول لكم بس بعض القصص عن الصليب. في واحد صايغ راجل بيعمل ذهب، بس شخص بيحب ربنا جدا بيحب الطهارة خالص، هو وحده وماه أمه بس، مش هتعرف حاول يجيب أفكار شريرة واللي مش ممكن الجسد بتاع على جسد يسوع يبقى جسد طاهر. علي عن يسوع فكر فكر يسوع يدي يدين يسوع هو اللي بيبقى في حياتي، مش طمع حد يعمل له حيلة الحيلة دي عشان يخليه يفكر في خطيئة. فبعت مسيرتي جميلة ومش حد الذهب كده، وقالت له خد حتة الذهب دي من تراجل صايم بتعمل شنقان وتعمل خواتم وتمدله ايدها كده، شوف الايد الحلوه دي الجميله عملها خواتم، لان ودي دي حط لها ايه اذان فيها نذابة كده، حط حاجه كده كرامة لدي حس ان دي الست دي بالقلب تجيله افكار شريره، وهو بيحب الطهارة جدا، أنا النهاردة أنا معيد كل حد كروحي وبكرة ربنا يعطيك شرفنا. قعد يفكر يلي ونحن من أنبر تنش، أنبر تنش كان عندي 300 فدان نحا وما أحسن من ربان، وعند بخوبيس أكون عاد يعكسه على الميراث ساب الميراث وأقضي أنبر هنا، فأصبح أنبر هنا أول الشراح، وأنا بخمش كتير كتير قالوا أنا أنا كل أنا فيه ما تشير كل الذهب ده كل كل شيء، راح أقول لهم وأنا أقول أنا بنت أنا مولاتي تسيب الدين الشغلانة دي في كده الخطية بلاش منها، طب وانت ضحين أنا راح أعيش وربنا معي، طب ابني يوديني دير للطاهبات عشان أعيش معاهم وأديها دير وده مصاريف لكل حلال. مش رجالة مش رجالة لا ثلاثة محهم ثلاثة صدقان كده من الله كرح وهو ماشي بطريق ربنا، اللي ماشي بطريق ربنا ربنا يمكن الحياة اللي يشجعها الطريق. هل انت على العادة في الليلة والجنينة دي يصوم وصلوا وتقروا كده على الراجل ده يصوم وصلوا يحافظ كويس، شيطان من المشكلة الأولى أنا هم المشكلة الثانية، رحلة ثلاثة حرامية وأنا مش معه شتمس، ممكن شتمس يظهر بشكل إنسان وكان لبنس شتمس حاجة صغيرة، لأنه في كنز كبير موجود في الليلة حاجة وقالي عشان ناخد الكنز ده، كان يلا أتبين الكنز نسرع، راحوا لغاية ما راحوا الحتة الجميلة اللي فيها هذا اسمه السيزورس، فكم هو رجل بيشتغل تحت هم اتراوا في فوق في الجبل انهم يتحركوا ينزلوا مفيش حركة، بعدين شلون زعمان انا كنا عايزين ننزل ونسمع ونلقى الراجل ده، انا هنزل بشكل رافع ممكن برضه الشيطان يجي بشكل رافع بس ما يكونش في ايده صليب، فنزل تحت وقال لي ابونا في ثلاث ربان فوق قابلهم ثلاث ايام لا اكل ولا شرب
مش قادرين ينزلوا وخلاص. تعالى لعمرهم ولا زال فإيه اللي عملوا؟ أبونا ده رشم الصليب على شيطان الملابس شكل راكب، أما رشم الصليب اتأخر الشيطان. عارفين ليه؟ شباب الشيطان ولمدينا أرض الصليب لتحمينا من أفكار الشياطين ومن أحوال الشياطين. أما بشرنا العريان لما راح أخوها بأخشى ونزاع المال ومشمال ويتخلوا مع بعض قال له خذ المال ومش عارف أنا عايز ربنا بس. فراح كده مستقيم كان في مقالة تحت. أنا عايش في المقالة دي. لما دخل المقالة لقيت أعمال كبيرة. حاجة تخوف. أول حاجة عملها رشم نفسه على الصليب. رشم الصليب يحصل الراحة. قلت الله صليب شعور الله. وأنا يا رب أنت أعطيتهم سلطانا أن يدوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو اللي بنقول حكولنا سلام الشكر. يعني مش خايف ربنا بيدي الأمة على الشيطان وعلى كل قوة العدو. ورشم الصليب كمان على التعبان وقال له يا مبارك من النهارده الطابع الوحش بتاعك ما يكونش. شوف حد داخل عندي تخش في الكهف. لو ما فيش حد تعالى هتكلم وشغلك. تكلم تعبان مضطر عليه. تعالى تعالى امشي امشي استخبى استخبى كم بيستخبى. لو انت وزينا قوة الصليب. مرة واحدة راحلة واختطفوها في الهند لما دار شركة طيبة ابتدوا يكلموها وعملت ايه اتكلموا عليه العدالة الحلوين انا بدي نعيش تاني كعيشة السفارة عشت العسكر عملت مجموعة منها ابني الملك عيان وهيمون لما عرفوا كده قالت هدوم قام ماتوا شدوا على يديها ورشمت عليه الصليب. أما رشمت عليه الصليب الواية الصحية كان هيموت لكن شيء يقوم بالصليب. ولولا دايما نيجي ناكل نرشم الصليب مش ناكل كده على طول. قبل ما نصلي نرشم الصليب ولا لما ننزل. الصبح نصحى من النوم نرشم الصليب ولا لما ننزل. الصليب ده اسمه ايه؟ قربة الله. فالمسيح لما صلب على الصليب ولولا قربة الصليب. لما كان عصاريم حاصل الزلزلة وعند اثنين نصوص واحد على اليمين والثاني على الشمال جنوب اليمين عاملين يعني قتل الزمان فنفس اليمين لما شاف حاصل الزلزلة والأرض اتكت قال لا ده المفتوح معنا ما هوش انسان ده إله قال له اذكرنا يا رب ما تجئت في ملكوتك المليون تكون واحد من الفلوس. شوف يعني الناس كلها كانت الطلبة والتلاميذ أغلب من غير ما تشغل يوحنا والعمل تحت الصليب لكن الناس لما اعترف للمسيح أن المليون تكون واحد من الفلوس يعني أول واحد دخل الفلوس اللي مين اللي آمن بالمسيح لما شاف المسيح المصلوب. بركة الصليب تكون مع جميعكم ودائما في كل حاجة نخوض محتاجة تقدمنا أي حاجة عمل بعمله يرشم على مدنيك الصريق ولإلهنا المكي كان في Amen.
رسول إذن قاشي بحكم المعدي صائبا هذا شد بعض من الكل أضرب من أغلال الخبس نشد نشيا نشد لكم السماء كالحب البشر ويقول يا ربي سلامتك ميسدك بعد محيلا المقدس كما الرسولية قدوم نجي سلام كريم تضع الله الآخر المقدسة الجامعة الرسولية كريم تضع الله الأرثوذكسية الله 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 أنزل على قلوبنا جميعا بل وسلام سال العمر أمدان أيضا عادا رأيكم ريث والكنتور سوى المشير والكموع وجرعنا ملك النوم خرجنا لين بكل سلام يا ملك السلام أعطينا سلامك من كل شيء أعطيتنا ابتلينا لك يا الله خلصنا لنا ورق آخر شهاد اسمك القدس والذي نقوله فالتحيا نفوسنا برفاك القدوس ولا تدع موت الخطايا يقوى علينا مخوى بينك ولا كل شعبك
الشكر كفر يبتل والترك مثل كنت سعد البدر أعداء بيعاتك المكة سيارا مثل كل نوى والآن أذناه حلت عدم ورثهم ضعفهم سريرا ابتل حسدهم وصاعدهم وشر مدرنهم ونميمة بنت يسرها فينا يا ربك أرهم كلهم كل شيء وبعد مشورتهم يا الله أذن يبثت مشورات أخي التركين يا رب الله أرحم أن يرسل إليك واستفرنك بأعدائك وليحرم من قتال وجهك كل مبد اسمك القدوس أما شعبك فمن يقول للبركة روح روح روات روات يسمع إرادتك المقدسة صفيان وصميك يا ليسوعك يا سلط الأمة اسمي الحقيقة بمهم الإبراهيم والشيخ والطائر الإنسي ومعصر تيت Yeah.
فقد أجرأت أمرت معنا أرحامنا تقدموا على الزمان فيكم بعادة وبشركم ضروروا بشفاعة Yeah.
للرهبان والراكبان الله
أحسن في وحده في التقوى I'm
Hey.
الذين أخذت نفوسهم من يخرج في فردوس النعيم في كرات الأحياء إلى الأبناء في غروش نيم السوية بذلك المرضى وها نحن أيضا الغرباء في هذا المكان أحضرنا في مالك ونمرنا في سلام إلى السماء الذي من القوات المقاومة
عباس Yeah.
قالوا لنا من اليوم ان نصبر في بيت الرب